نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو مع السياسي الكبير ومعالي الوزير السابق منير فخري عبد النور. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا بيك دكتور. احنا توقفنا عند لما حضرتك عرضت اسم الدكتور الجنزوري، انه ليه الدكتور الجنزوري ما يعني يتولاش الوزارة، وسئلت طب الشعب الشارع يقبل، هو يقبل، ثم يعني جرى الاتصال بقى معاه، وإيه اللي حصل بعد كده؟ بدأ مشاوراته لتشكيل وزارة، وهذه المشاورات أخذت وقت لأنه بحث في كل وزارة والبدائل الممكنة، وقعد مع كل بديل لكل وزارة بيختار له وزير. أخذ وقته وشكل وزارة، الحقيقة كانت اختيارات موفقة للغاية. اهتم بالداخلية، واختار اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية، لأنه وكان على حق، حفظ الأمن كان شرط أساسي لنجاح الوزارة أو فشل. اهتم بالمالية واختار من كان قريبا منه وزيرا للمالية الله يرحمه، وهو أصلا كان بيتدخل في مباشرة في الملف ده، في الملف ده بالتحديد. شكلت الوزارة وبدأنا العمل، وأنا استمريت معه وزيرا للسياحة. طب هسأل حضرتك على، لأنه كان بادي من الأحداث أنه الإخوان وكأنهم يعني بيشتغلوا لإفشال وزارة الجنزوري، يعني كان في طول الوقت احتكاكات، وطول الوقت في استدعاءات للبرلمان بشكل كبير. يعني ازاي حصل او كان شكل التعامل ازاي ما بين الوزارة والجماعة اللي هي كانت مسيطرة على البرلمان، او حتى مع الجماعة اللي هي بدأت يعني تفرد اجنحتها على الحياة السياسية؟ الحقيقة الاحتكاك كان مع البرلمان، مع البرلمان اكتر. في داخل الوزارة كان في هشام قنديل، كان وزير الري. كان وزير الري. هو دخل وزير الري مع دكتور شرف. وملاحظه برضو بين قوسين يمكن لازم اذكرها. اتفضل. في تعديل شهر يوليو للدكتور شرف لوزاره الدكتور شرف، دخل هشام قنديل، ودخل وزير الزراعه، وهو ايضا له علاقة بالإخوان، ميول على الأقل. ميول. يعني على الأقل. ولروالي هذه القصة أمين عام مجلس الوزراء سامي سعد زغلول. بعد حلف اليمين، كنا بنحلف اليمين أمام المشير. دخل الفريق عنان على المشير. فالمشير كان بيرتم على وشه، قال له ابسط ابسط يا سعادة الفريق، عندنا وزيرين ملتحين. بس انا بذكر النقطة دي لأنه كثيرا ما يقال انه المشير او المجلس العسكري كان كان في اتفاقات او كان في مؤامرات، وكان ما كانش، لا قطع. يعني قولا واحدا ده اللي انا شفته. في البرلمان بقى، في البرلمان لا، كان في الاحتكاك مستمر. فالاحتكاك اولا من خلال وزير الداخليه، لانه كان عندهم حساب عاوزين يصفوه مع وزير الداخليه. وزير الداخليه كان ضابط مباحث، وبالتالي كان تعامل معاهم قبل كده. ده اللواء محمد ابراهيم يوسف. ثم كان عندهم احتكاك مع وزير التموين الشيوعي ده، في كان الدكتور جودة. الدكتور جودة. فيعني ايه، وكانت المواجهة قوية وصعبة وعنيفة. والحقيقة الاثنين، سواء كان دكتور جودة او محمد ابراهيم يوسف، الاثنين تصدوا لهذه المواجهة بكل قوة، بكل جرأة، وبكل امانة ايضا. طب عايز اسأل حضرتك على وقعة
مهمة جدا كانت سبب لاشتعال المواجهة ما بين الحكومة حكومة دكتور الجنزوري والبرلمان، كان على رأسه دكتور الكتاتني وقتها. لما الدكتور الجنزوري لوح بحكاية انه الحكم بتاع حل البرلمان، وفهمت الاخوان وقتها انه ده وكأنه لا، في اتجاه ان الحكم يصدر بحل البرلمان، واشتعلت الاحداث. حصل تذكر يعني كواليس المواجهة دي كانت عاملة ازاي؟ يوميها انا كنت في المجلس والدكتور جنزوري ما كانش في المجلس، وبعت لي كتتني ورقه قال لي، عشان هنا بقول لك، بعت لي ورقه قال لي قول للسيد رئيس الوزراء يجي، لان الهجوم قوي جدا ولازم يجي يصد. وفعلا بعت الدكتور جنزوري، قلت له ارجوك خط الشارع وتعالى. وجاء يوميها وكان الهجوم عليه فظيع. فيعني لوح يوميها، لوح بانه يعني ما تزودوهاش قوي، ده المجلس بتاعكم ممكن يتحل في ثانيه. بالظبط، يعني ده كان انا نعتبره انه جزء من المناوره السياسيه في المواجهه. مظبوط. مظبوط، لكن هم تعاملوا بشكل اخر، انه تهديد يعني. انت بتهددنا؟ لا، يعني كانوا فاهمين انهم مسيطرين سواء كان في المجلس او في الشارع، وبالتالي لم يتقبلوا هذا التهديد. يعني انت بتهددنا؟ لا، يعني ما انتش قدها يعني. دي كانت الرساله. طب هنا هسال حضرتك سؤال، لانه دكتور الجنزوري الحقيقه اداؤه حتى في الوزاره بعد يعني في المره الثانيه كان مفاجئ للناس اللي كانوا شايفين اداؤه مع الرئيس مبارك. يعني كانت في تحديات كتير، وكان بدا انه رجل صلب يعني في المواجهه مع الجماعه في البرلمان وخارج البرلمان. الفرق بين اداء، يعني مش هسأل حضرتك على الفريق شفيق لانها كانت ايام، ما اقدرش احكم، كانت ايام احكم. لكن حضرتك قعدت مع الدكتور عصام شرف من فبراير لحد نوفمبر 11، ثم مع الدكتور الجنزوري من ديسمبر لحد يونيو. الفرق بين ادائهم ايه؟ لا، الفرق كبير جدا. انا ما عاوز اقول لك حاجه، اولا لانه الظروف كانت مختلفه. الشارع هدي مع الدكتور الجنزوري الى حد كبير يعني. المقارنه، هفكرك انه مع شرف كان في وثيقه السلمي، وكان في مظاهرات وثيقه السلمي وجمعه قندهار، ويعني كان في فالظروف كانت اسهل. انما ايضا ما في شك انه شخصيه الدكتور الجنزوري شخصيه اقوى، صوته اعلى، مواجهته اوضح. يعني طب الدكتور شرف كان، لا، الدكتور شرف الظروف كانت صعبه قوي 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 عليه يعني. لكن هل في موقف مثلا يبان انه انت كنت متوقع من الدكتور شرف انه اداء معين ثم ما كانش على قدر هذا؟ شوف، بصراحه انا مش شايف، هرد على سؤالك، انما انا مش شايف شخصيه كان تقدر تصد في الفترة بتاعته دي. فترة من أغسطس إلى نوفمبر 2011.